بيمدحهم البرعي والبيثنوا على عليهم انصار السنه 400 416. افتح فاصل اعلان 557. ده قال فاصل اعلان ثم نعود. ده يعني الشامبيون ولا شو؟ ها؟ فاصل اعلان قال ثم نعود. والله عما اذا تطور والله. واه فليك من سوق سته ده فاصل اعلان وين؟ ده تجيب الخرمه ولا شو؟ ها؟ جيب 557 قال فاصل اعلان. والله زول ده فكاه في روحه فكاه. قال فاصل اعلان قال ثم نعود. لا لا صالح العافيه. طيب هو الدين بتاع المتصوفة. طيب افتح صفحة 500 دي اخذناها. افتح 494. لا بد تعرف الدين بتاع التصوف. ما يجيك حمادة يغشك الرحمن على العرش استوى. لا بنعرف معناها حمادة. تعال عرفك شنو. انت ما بتعرف الرحمن ولا بتعرف القران ذاته عشان تيجي تتكلم الرحمن على العرش استوى. عرفت؟ وهسه قبل شويه قال اي دول قال الله في السماء ده كافر. قال كده. قال اي دول قال الله في السماء قال ده كافر. انت عارف يلزم من كلامه ده انه يكفر النبي عليه الصلاه والسلام. لانه دول بليد. النبي صلى الله عليه وسلم دي عقيدته يعني. عقيدته انه الله في السماء. قال يا جاريه اين الله في صحيح مسلم؟ والله حميدة والله انت والبرعي والصوفية اللي معاك كلهم قديما وحديثا الى ان تقوم الساعة ما تقدر تضعف الحديثة. قال اين الله؟ قالت في السماء. قال من انا؟ قالت انت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لمعاوية اعتقها فانها مؤمنة. تقدر تضعف يا حميدة؟ تعال انزل معانا في الميدان. لكن ما بتقدر. قال اي ذول يقول الله في السماء كافر. معناه تجارية كافر، معاوية كافر، النبي صلى الله عليه وسلم كافر من كلام حميدة، يلزم من كلامه كده. لكن دول بليد ما بيعرف حاجة. طيب. طيب. إبراهيم عصيفير. إبراهيم أنا ما أعرف عصيفير ده لقبه ولا أبوه عصيفير ما بعرف. إبراهيم قال سيدي. طبعاً أي دول وسخ قلة أدب بيجيبوا لك بيقول لك ده سيدي. ده السيادة الشعراني، السيادة البرعي، السياد عصام احمد البشير، السياد انصار السنه اجابوا عصام احمد البشير. ما بنخليك انصار السنه اصلا الا تعمل محاضره في الموضوع ده. وما بيقدروا بالله كتاب واحد زي ده ما يقدر يعملوا فيه محاضره. كتاب واحد ما قادرين يسووا فيه محاضره. طيب قال عصافير وكان افنه قال من البحر الصغير ما علينا. طيب قالوا ظهرت له كرامات. طبعا لو داري وشك الصوفي يجيب لك باسم الكرامه. ونحن الكرامات دي من بها لكن ما قله ادب زي ده. ده قله ادب ما كرامه قله ادب. طيب وكان له يعني كرامات انه كان ينام في الغيط وياتي البلد وهو راكب الذئب والضبع. بيجي راكب في البلد بيجي راكب شنو؟ الذئب وشنو؟ انت لقاك ذيب بيركبوه؟ ها؟ يا اخي ربنا قال والخيل والحميره والبغاله لتركبوه. هل الله جاب الذيب هنا؟ جاب له طبعي بالايه؟ تخيل دول يركب الذيب والذيب قد شنو ناس عشان يشيلك. قال يجي راكب ذيب ولا يجي راكب له طبع. وكان قال ومنها انه كان يمشي على الماء لا يحتاج لمركب. ماذا يبلغ مركب؟ تلقى قاطع عادي ويجي ماشي. عرفت؟ يعني ده لو جاينا في اذا ممكن يشتغل مواصلات عادي ولا داري كبر درمان ولا اي حاجه يقطع الناس بغالي. يمشي فوق المويه قال ما يحتاج الى مركب. طيب وكان بوله كاللبن الحليب ابيض. ده اسيدي كرامه يعني ولا تشمل ده؟ ها يا اخوان هل من كرامات الزول انه اللون بتاع بوله كده ولا كده؟ هل دي نسميها كرامه؟ يا يمكن عنده بواسير يا اخي. احتمال عنده بواسير. غيرت له لون البول. ها؟ قال لونه ابيض كالحليب. قال ابيض كالحليب. يعني لونه ابيض زي الحليب. انت نايس يعني داير تصل للجماعه نشربه مثلا يعني ولا كيف؟ يعني البول ده نشربه مثلا؟ عند الصوفي تشربه عادي لانه يقول لك ده طبعا فيه بركه وفي يا والله تشربه ويجيب خبرك. والله
يقول لك البول بتاع ابونا الشيخ فيه بركه وفيه وفيه. فهمت؟ الكلام لسه كثير كثير جدا في هذا الكتاب. والكتاب ده في ناس بيخجلوا منه طبعا، حتى في ناس من الدعاه بيخجلوا من هذا الكتاب. يقول لك لا لا يا اخي المقام لا يقتضي، ها وحق الكلام ده خلوه شويه، نخلينا حدينتين. اذا الحلقه المقام لا يقتضي، المسجد المقام لا يقتضي. طيب يقتضي متين يعني؟ متين يقتضي المقام؟ اذا كان هو كتبه، هو بناه وكتبه والكتاب موجود، نخلينا يعني قاعد لما ياكلوا الدود يعني ولا كيف؟ لا بد نبين للناس، ولا بنخجل اصلا ولا بنخجل من الكلام ده. فهمت؟ ولا بنقول لك زي بتاع زي ما قال الدجال بتاع الفتحاب، لو كان في نسوان يفوتن يفوتن ليه؟ ليه نسوان يفوتن؟ يكونوا قاعدين عشان يعرفوا قلة الأدب بتاع الجمعة، ما يفوتن ولا أي حاجة، يكونوا قاعدين عشان يعرفوا قلة الأدب بتاع البرع، عشان يعرفوا إن البرع ده دول وسخان وما عنده علاقة مع الدين أصلا. وده شيخ البليد اللي بيقولك بجاي ده. فهمت؟ فده بيان بسيط جدا عن هذا الكتاب الفاشل والذي لا يعني يزال ينشر في الأسواق للأسف الشديد، لا يزال ينشر، وهو مرجع من مراجع المتصوفة في جميع أنحاء العالم، مش في السودان بس، كل أنحاء العالم. الكتاب ده مرجع من مراجع المتصوفة، لأن المؤلف بتاعه مصري، الوهاب الشعراني مصري، وهو زول عند الصوفية راس، لكن هو راس من رؤوس البدع ومن رؤوس الشرك ومن رؤوس نشر الفساد ونشر جميع انواع الفساد، عقدي وفساد اخلاقي، كله جايبه هنا في الكتاب ده. عرفت؟ واكرر قبل ما اختم انه الكتاب ده مدح البرع، والبرع مدح عصام احمد البشير في المنبر فوق، في المنبر فوق مدح البرع، قال ذكر في قصيدته مثل المؤمنه ذكر العلماء والشعراء، منهم الشعراء هنا. وعصام احمد البشير جابوه انصار السنه في اكثر من مؤتمر، فهمت؟ في اكثر من مؤتمر جابوه وهو يحمل في باطنه البرعي ويحمل في باطنه الشعراني الذي ينشر هذا الكلام. اذا كان الكلام اتضح بذلك فنسال الله تبارك وتعالى ان يتقبل منا، انه سميع عليم. واقدم المتحدث معكم.